ده كان كلام مهم جدا في ختام هذه الفقرة، لكن تبقى في النهاية هناك الكثير في مجلتنا اليوم ومن 40 سنة. اليوم صدر عدد مجلة الأهلي بيركز على القرعة بكل ما فيها من حوافز ودوافع، إنه على هذا الجيل أن يعي إنه الفوز بالثلاثية يبقى مسألة مهمة جدا. عموما نشوف هذا التقرير عن مجلة الأهلي اليوم ومن 40 سنة. احتفلت مجلتنا في عددها رقم 262 والصادر يوم الجمعة 3 ربيع 2 عام 1399 هجرية الموافق 2 مارس عام 1979 بعيد ميلادها 5، حيث كان النادي الأهلي رائدا في مجال الصحافة الرياضية كما كان ولا يزال رائدا في الرياضة. وجاء العنوان الرئيسي للصفحة الأولى: البطولة تقترب بسرعة، فوز الأهلي اليوم يقضي على آمال المنافسين، الأهلي والاتحاد في أهم مباريات اليوم. وفي عنوان آخر المهندس سيد مرعي يتحدث للأهلي، كما أبرزت المجلة مواجهة مرتقبة بين الأهلي وفريق كوبنهاجن الدنماركي يوم 11 مارس. وفي الصفحة الرابعة فتح سيد مرعي قلبه للجماهير من قراء المجلة، حيث أعرب عن سعادته لاختياره رئيسا شرفيا للنادي الأهلي الذي أكد قدرته على النهوض بالرياضة كلها في مصر. وأضاف مرعي أن مقياس نجاح الأندية هو حجم شبابها، وتطرق لمسألة إذاعة المباريات مؤكدا أن إذاعة المباريات على الهواء تستلزم التعويض وتخصيص العائد للأندية. وفي الصفحة الخامسة رصدت المجلة توقف حركة المواصلات تماما في شارع شبرا الرئيسي والشوارع الجانبية لفترة تزيد عن 4 ساعات بسبب إقبال الجماهير على نجوم الأهلي صفوة عبد الحليم وشطة وفتحي مبروك. وفي الصفحة العاشرة أفردت المجلة تقريرا مطولا عن نتائج فريق تحت 21 سنة بالنادي، ووصفته بالبطل وأنه سيكون أمل مصر والنادي الأهلي. وفي عموده 5 أهلي كشف المهندس عدلي القيعي عن كواليس موافقة مجلس الإدارة على المشروع الذي تقدم به من 5 سنوات بإصدار أول مجلة رياضية متخصصة عن نادي المصري. وتحت عنوان حديث كله شجن تحدث الدكتور مصطفى الديواني عن حكاية انضمام طاهر الشيخ إلى الأهلي ورئاسة الخطير محمود الخطيب لفريق الشياطين الحمر. وفي الصفحة الأخيرة تصريحات لثابت البطل حارس مرمى مصر المنيع عن احتفاظه بنظافة شباكه في موسم 74-75، معلنا عن مفاجأة لعشاق النادي الأهلي خلال المباريات القادمة.